بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوة والاحباء، انا محركم فيديو جديد استكمالا لمتابعتي لموضوع المرحومة نيرة اشرف رحمة الله عليها. ندعو لها جميعا بالرحمة وان يسكنها الله فسيح جناته، يلهم ذويها واهلها الصبر والسلوان، اللهم امين يا رب العالمين. في فيديو حابب انا اعرضه على حضراتكم، يعني في اطار زي متحرككم متابعتي للموضوع واي جديد انا بعرضه على حضراتكم. الفيديو ده فيديو مدته قصيرة، وهو خاص بتمثيل المجرم محمد عادل اللي انهى حياة نيرة لجريمته بقى، يعني بيمثل الجريمة امام افراد الامن، امام الامن وامام النيابة العامة جهاز التحقيق. وهنشوف من خلال الفيديو ده يعني في يعني ثواني قليلة ايه اللي هو عمله. طبعا هو يمثل الجريمة، في حد بيكون طبعا من رجال الامن بيكون نايم وهو بيمثل ارتكاب هذه الجريمة عليه هو، يعني فهيورينا هذا المجرم اللي ان شاء الله طبعا هو يعني احيل له المحاكمة في خلال 48 ساعة، ودي اسرع يعني احالة تعتبر في التاريخ، يعني احالة سريعة جدا. سيادة المستشار المحترم حمادة الصاوي النائب العام امر باحالته الى المحاكمة، الكلام ده يعني في خلال 48 ساعة من ارتكاب الواقع، ودي حاجة سريعة جدا 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 طبعا، لان الرأي العام في حالة من الغليان، وفي ناس كتير اتكلمت ومعايا انا شخصيا وقالوا ان العدالة بطيئة جدا، فالعدالة الناجزة في مثل هذه القضايا، قضايا الرأي العام والقضايا اللي هي ارتكبت على مرأة او مسمع من الجميع، دي بتكون يعني هامة جدا. وطبعا اجراءات التقاضي انا معرفش كنت حضراتكم عندكم خلفية ولا لا، هو طبعا هيحال للمحاكمة، هتكون في اجراءات محاكمة له امام محكمة الجنايات طبعا، وبعد كده طبعا هيصدر حكم، هيكون في تداول الجلسات والدفاع، لابد ان يكون هناك دفاع عن النظام القضائي في مصر، لابد ان يكون هناك دفاع عن المتهم، يعني عشان بس ما نتهمش حد بحاجة، يعني لو ما فيش دفاع في القضية او ما فيش دفاع امام هيئة المحكمة فالقضية بتبطل، يعني ما ينفعش يصدر فيها حكم. الدفاع او المحامي جزء اساسي من تركيبة الجلسة، لابد ان يكون هناك محامي يدافع عن المتهم، ده تحقيقا للعدالة، تحقيقا للعدالة. حتى لو احنا ما كناش مقتنعين بالموضوع ده، حتى لو كانت الجريمة ارتكبت في وضح النهار وعلى مرة او مسمع من الجميع، فالمفروض طبعا هيصدر حكم. بعد كده طبعا المفروض طبعا وفقا للسياق الطبيعي ان بيتم نقض هذا الحكم او الطعن عليه بالنقض امام محكمة النقض، طبعا برضو بياخد وقته امام محكمة النقض، لان محكمة النقض يا جماعة هي محكمة واحدة على مستوى مصر كلها، وسبب انها محكمة واحدة، معلش انا خرجت على الموضوع بس عشان افهم حضراتكم القصة هتمشي ازاي، سبب انها محكمة واحدة عشان توحد تفسير القوانين على مستوى او تفسير، وتكون لها احكام، الاحكام بتاعت محكمه النقض بتعد زي قوانين، حكم محكمه النقض بيبقى زي القانون بالظبط، وبيتم الاستشهاد بيه امام المحاكم المختلفه، فهي بتوحد تفسير القانون على مستوى الدوله. محكمه النقض في اول درجه لما يحال ليها الموضوع، لو رفعوا في خلال الفتره القانونيه اللي هي 60 يوم لرفع النقض او الطعن بالنقض، محكمه النقض لما بيجي دور القضيه طبعا، لان هي محكمه واحده فعدد القضايا اللي قدامها كتير، فمحكمه النقض بتنظر هذه الدعوه او بتنظر القضيه، وبتشوف في اول مره هل القاضي بتاع اول درجه اللي هو محكمه الجنايات اللي اصدر الحكم طبق القانون صح ولا غلط. محكمه النقض بيكون في حلين او في حاجتين، يا اما هي تقبل الطعن شكلا وفي الموضوع برفض الطعن وبحيث هو تأييد حكم اول درجه، انها تقبل الموضوع الطعن شكلا لان في شكل قانوني للطعن امام محكمه النقض. الاجراءات يعني ان هو اترفع في الميعاد المحدد له، وان هو استوفى الشكل القانوني بتاعه، فالمحكمه بتقول الشكل والمواعيد ده تمام، ولكن في الموضوع موضوع ان محكمه اول درجه اخطات في تطبيق القانون، لا المحكمه اصابت، وبالتالي خلاص بيكون كده الموضوع انتهى ويكون تم تأييد الحكم واصبح واجب النفاذ ده. لكن ممكن محكمه النقض تقبل الطعن شكلا وفي الموضوع باعاده محاكمه المتهم، ده لو ثبت ان في خطا في تطبيق القانون من محكمه اول درجه، وبناء عليه بيعاد محاكمته امام نفس الدائره او امام دائره اخرى، ده في حاله لو محكمه النقض قبلت الطعن شكلا وموضوع. لما بيعاد محاكمته مره ثانيه طبعا برضو هيكون في جلسات نعيد القضيه من اول وجديد، هيكون في جلسات سيتم تداولها، وبعد كده هيصدر ضده حكم. لو صدر نفس الحكم او اي حكم طبعا الدفاع مش موافق عليه،
فهيطعن بالنقض مرة تانية. ولكن في هذه الحالة محكمة النقض هتكون محكمة وقائع وليس محكمة قانون، يعني هتنظر في وقائع الدعوة نفسها وتصدر حكمها. وفي هذه الحالة حكم محكمة النقض سواء بالإدانة أو بالبراءة هيكون حكم نهائي، فلو حكمت عليه بالإدانة خلاص يبقى الحكم هيكون بالنسبة له نهائي. دي خلاصة كده دي السيناريو القادم بعد إحالته المحكمة. الفيديو اللي أنا عرضه لحضراتكم هو تمثيل هذا المجرم لجريمته، وزي ما قلت لحضراتكم في فرد شرطة بيبقى موجود أو فرد الأمن يعني بيكون موجود وهو بيمثل كيفية ارتكاب الجريمة عليه، على الأقل حضراتكم صوتيا عليه. ويعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هذا المجرم يلقى جزاء عادل وراضع عما اقترفته يده الآثمة من جريمة عظمى، جريمة كبيرة هزت الرأي العام ولا زالت تدمي قلوبنا إلى الآن. نشوف مع بعض الفيديو، وبعد الفيديو طبعا هيكون ده نهاية الفيديو. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين دي بداية التمثيل الجريمة، طبعا أدي المجرم أهو، وطبعا هو هنا بيمثل ده فرد طبعا من احد افراد الامن يعني بيؤدي دور الضحيه نيال رحمه الله عليها، وطبعا في واحد اهو شايفين من الامن ماسكه طبعا مكتفه عشان ما يهربش، طبعا هذا المجرم مكتفه ودلوقتي هو بيمثل الجريمه بتاعته. شايفين منظره عامل ازاي، ده واحد ضيع نفسه وضيع اسرته وضيع واحده يعني ما كانش لها اي ذنب في اي حاجه، اهو هنا هو بيوضح ان هو عمل نفس كيفيه تنفيذه للجريمه زي ما احنا شايفين. طبعا هم واخدينه نفس الموقع اللي تم فيه، هو هنا بيمثل هو عمل ايه بالظبط زي ما حضراتكم شايفين، طعنها اكتر من طعنه في الصدر وبعد كده قام بذبحها. وفي فيديو يعني واضح جدا ليه فعلا ده اللي تم بالفعل، المرحومه نيره قامت بعد طعنها ولكن هو راح بعد كده منيمها تاني ويعني ذبحها من منطقه الرقبه زي ما هو بيعمل او بيمثل دلوقتي. في فيديو في تصوير تاني للواقعة انها بعد طعنها قامت، في بعد ما الشباب في اتنين شباب زقوه كده فهي قامت، ولكن طبعا هو طبعا بالسلاح اللي معاها هوشهم فاضطروا ان هم يبعدوا، فرجع لها تاني بعد ما كانت قامت يعني رحمة الله عليها اتقامت كده قعدت، راح منيمها تاني وراح دبحها من رقبتها زي ما احنا شايفين. هو طبعا ده بيمثل اهو الجريمة اهو، بيقول طعنها او يعني هي اللقطات طبعا بتعاد ولقى الطعن والكلام ده.